محتاجين إن إحنا نعمل خدمة بسيطة للأدمن، نجرب فيها الشغل بتاعنا في الفرونت إند. أنا كنت عملت أدمن هنا، كنا عملنا له الحاجة الرئيسية بتاعته. أنا ممكن وأنا جوه الأدمن، يعني أنا واقف كده البروجكت، هبدأ أبني الخدمات داخل الفولدر بتاع الأدمن. ده سيناريو. ممكن واحد يقول لك لا أنا هحط كل خدمة بره كده لوحديها، يعني على حسب. هقول لكم برضو عيوب كل واحدة ومميزاتها. لو أنت باني السايت إن مفيش حد يقدر يخش على الخدمات غير الأدمن، فمن المفضل إنك تحط الحاجات كلها جوه الأدمن. ماشي. لكن لو انت باني الموقع ان هيبقى فيه زي ما احنا عملنا ثرايزد وبتاعه، كل واحد بصلاحياته، يبقى كل حاجه منفصله، بحيث انا ما اضمنش هو ادمن ولا مش ادمن. ممكن يكون واحد مش ادمن بس بيشوف الحاجات بتاعه الايه، بتاعه الادمن. فاهمني؟ فاعملها منفصله وخلاص وماليش دعوه، واللي يخش يخش. وبالنسبه لي انا حتى لو حد مش ادمن وهندخله برضه هيخش في البانل بتاعه الادمن ويبدا يشتغل عليها. اللي انا ممكن بدل ما اسميها ادمن على فكره ممكن اغير اسمها واخليها سي بانل، تبقى دي السي بانل، يعني دي لوحه التحكم هو بيخش. فانا اعتبر الادمن بتاعتي دي السي بانل بتاعتي، تمام؟ فانا هحط فيها كل الحاجات اللي في السي بانل، وبعد كده بطلع حقوق مش حقوق بعدين. فانا هعمل ايه؟ هعمل له سي دي على الادمن عشان ما يبقاش، عشان يخش جوه فولدر الادمن. كده انا عملته في ايه؟ الأدمن مش موجودة. سوري، احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نكريت اسمه ده، نكريت كومبوننت، صح؟ اسمه مثلا جيت يوزرز مثلا، صح؟ نكريت كومبوننت بالاسم ده، بحيث ان هو مثلا يجيب لي كل اليوزرز اللي عندي، او جيت اول يوزرز، او نسميه زي ما احنا عايزين نسميه. بس المهم ان الكومبوننت ده انا عايز احط فيه كل، اعرض فيه كل الايه، اليوزرز، ومسموح للكل يعني. فهعمل ايه؟ هقول له ان جي مثلا، ان جي سيرف، ان جي جنريت جي سي اللي هو جنريت كومبوننت. وهقول له مثلا الكومبوننت دوت نسميه، بس انا كنت عايز اخليه جوه الادمن، ادمن مش عارف تمشي معايا كده ولا لا، ادمن سلاش و اسميه شوف هو ادمن، عملوا لي ماشي فولدر اسمه جيت داش يوزرز، اخش جواه عمل لي الحاجه بتاعته. ماشي شباب، جيت يوزرز، وهروح على ال HTML الرئيسي بره خالص اللي احنا كنا عاملينه الادمن. تفتكروا كنا فاتحين له ايه؟ ان هو يروح على الهوم، صح؟ الادمن بيج واللوج اوت. هقول له لا، يعني حط لنا معاهم معلش كمان مين، حاجه نسميها اليوزر ليست، اليوزرز ليست. ولما يروح لها يروح على تيبت ايه؟ ليست يوزرز، ماشي. وهروح اضيفها في الراوتنج بتاعي. على فكره الاب راوتنج ده انا عاملها اب راوتنج، ممكن اعمل برضه للادمن حاجه اسمها ادمن راوتنج، بيبقى راوتنج جانبي، فاهمني؟ هعمله لكم، بس خلونا الاول نمشي كده، بعد كده نبقى نحسن في الراوتنج. خلينا الراوتنج كده ماشي معانا الحال، ماشي الحال. هقول له لما يبقى ايه؟ ممكن اعمله ادمن سلاش، يعني ماشي بمزاجه، يعني اقول له ادمن سلاش ليست يوزر، فاهمني؟ واخليها تبقى ماشيه كده برضه، مفيش مشكله معايا؟ يعني ممكن اخليها كده، وال HTML طبعا بتاعتها اخليها برضه كده، يعني اقول له خش على ادمن سلاش ليست يوزرز، مفهومه كده. وهنا اقول له بقى ايه؟ ارو كومبوننت كان اسمه جيت يوزرز، يوزرز كومبوننت،
اسمه جيت يوزرز ايه؟ كومبوننت، ده اللي هيفتح صح كده؟ ولو عايز اتست كده على السريع اللي احنا توصلنا له لغايه دلوقتي مفيش مشكله خالص، ان انا هقول له 4200 انا مش راين ولا ايه؟ اه مش راين، مش راين الفرونت اند يعني، هقول له ان جي مش هنا ان جي سيرف، عشان بس ايه اشوف الصفحه اللي اسمها ليست يوزرز ظهرت وموجوده وكله تمام، فاهمني؟ هشوف بس الليست يوزرز بيج موجوده ولا لا، وبعد كده ابدا اكتب بقى الكود بتاعي واعيش فيها مفيش مشكله. طيب شايفين؟ اهي بقت الادمن بيج وعندي اليوزرز ايه؟ ليست ظهر صح؟ واللوج اوت لما ادوس على يوزرز ليست نقلني على سلاش ادمن ليست يوزرز والصفحه اسمها جيت داش يوزرز ورك، اشتغل بقى يا باشا. جيت داش يوزرز ورك اللي هي فين؟ اللي هي جوه ادمن دي، جيت يوزر اخش على اتش تي ام ال، اتش تي ام ال هو قال لي جيت يوزرز داش ورك صح؟ موجود. قلت له بقى حلو، انا بقى عايز اغيرها، مش دي مش عجباني الصفحه دي بقى، عايزين نعملها بقى ايه؟ عايزها تعرض لي لسته اليوزرز، يعني تعمل لي جريد كده فيها كل اليوزرز اللي انا عايز اشوفهم يعني. طيب نعمل ده ازاي؟ الاول هعمل، عارفين طبعا اتش تي ام ال التيبل والكلام ده كله عشان نقدر نعرض فيها الكلام بتاعه، فانا هقول له تيبل سلاش تيبل تمام، وهقول له في التيبل دوت هقول له كلاس، ادي له كلاس، الكلاس دوت هيبقى عباره عن تيبل وسبيس تيبل داش اوفر، ده طبعا الستايل بتاع بوت ستراب عادي عشان بس يبقى ايه وانت بتتحرك بالماوس على كل رو ينوره لك كده ماشي، وهقول له تي هيت، هعمل تي هيت سلاش تي هيت، والتي هيت احط فيها تي اتش تيبل هيتر يعني سلاش تي هيت، واحط انا عايز اعرض ايه الداتابيز اللي عندي، انا عايز اعرض مثلا اليوزر نيم، وانا عندي النيم، نبدا بالنيم، النيم ايميل النيم ماشي، الايميل انا بسالكم عليه، الفون الجندر اليوزر نيم الباسورد، فون الجندر اليوزر نيم ماشي، ممكن نحط كمان كولوم كمان، هقول له الكولوم ده كول سبان بتساوي 2، وكول سبان مع بتساوي 2 معناها ان هياخد اكنه عمودين، هياخد قوه يعني حجم عمودين ماشي، معناها كده كول سبان يعني كنت عملت ميرج العمودين، هكتب فيه كلمه اكشنز ماشي، اكشنز مش محتاجين اكشنز، انا هنعمل ايه اكشنز عشان نعمل مثلا ديليت بلوك مثلا، لو عايزين نزود بلوك نزود مش عارف ايه، فاهمني كلام زي كده يعني بلوك، ممكن نعمل يوزر بلوك بس انا مش هعملها يعني مش هبرمجها عشان الوقت، لكن هي خليها كده اكشنز وخلي فيها بلوك بس مثلا للتجربه يعني، وعامل تي دي تي بادي وسلاش تي بادي، وهنا بقى المفروض يبقى عندي ايه؟ هو تاني بس تي دي هات، يعني هعمل الاول تي ار صح؟ ولا سلاش تي ار فاكرين الكلام ده ولا ايه؟ بس الداتا ما تبقاش بقى الاسماء دي تبقى شغل بقى صح؟ تبقى شغل، والاكشنز هنا مثلا ممكن نعمل لليوزر حاجه اسمها بلوك ايه؟ هي تبقى تي دي تي دي هات ماشي، كده حلو تمام، رجعت كده ادي هو شكل صح
شكل التيبل بتاعنا جميل هيبقى كده. طبعا المفروض الحاجات دي تبقى البلوك المفروض تبقى لينك صح؟ في الوقت كده ونديها مثلا كلاس بي تي ان وبي تي ان دينجر عشان يطلع شكل البطن يعني. ايوه الله ينور عليك صح كده؟ لو اخذنا من التي ار دي بقى المفروض تتدبلر مع كل الناس وتتملي بيانات. المفروض التي ار دي تتدبلر مع كل واحد تبدا تتملي بيانات صح؟ بس البيانات دي بقى عايزين نجيبها من الداتا بيز صح؟ عشان اجيبها من الداتا بيز هتجيلي يعني انا بعمل تمبلت يعني 1 تي ار واحده وهو المفروض مع اللوب يبدا يشتغل ايه؟ يدبلر التي ار دي يكررها مع البيانات ماشي؟ يعني المفروض ان انا اعمل ان جي احنا ان جي اف صح؟ في عندنا ان جي 4 ان جي 4 دي بتعمل زي لوب 4 فور لوب ماشي؟ بقول له ايه؟ اعرف فاريبل اقول له ليت ان انا اعرف فاريبل اسميه يوزر خلاص اوف الليسته اللي هتجي لي مثلا هنسمي ليسته اسمها يوزرز الليسته اللي اسمها يوزرز دي المفترض تبقى في الجي في الجيت يوزرز كومبوننت بس تي اس في التي اس بتاعنا ماشي؟ هتبقى في ليست اسمها يوزرز جايبه لي اري اوف ليست اري اوف يوزرز طلع لي اري اوف يوزرز اللي هي لو انت فكرته كده في البوست مان لما كنا بنقول له جيت اول يوزرز اللي هو مثلا ادمن لما يكون ادمن زي ده واقول له جيت اول يوزرز اهي الاري اللي احنا عايزينها شغاله قدامكم هي الاري اللي المفروض تجي لي اللي هيعمل عليها لوب كل مره ياخد يوزر وينقي منه اللي انا عايزه يخش على اليوزر الثاني ينقي منه اللي انا عايزه يخش على اليوزر الثالث ينقي منه اللي انا عايزه مفهومه؟ تمام؟ فقلت له ليت ان اليوزر اوف يوزرز اكن بقى اليوزر دي هتتملي كمان شويه هنكتب كودها في التي اس تمام؟ حلو جدا هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له بدل هنا بقى النيم دي هتعمل لي كده هيبقى يوزر دوت النيم اللي هو لان اليوزر ده فاريبل اول مره هيشيل اول واحد ده هيشيل ده هيشيل اول اوبجكت هيشيل اول ايه؟ اول اوبجكت فدوت نيم هيروح يدور على مين؟ على النيم هيجيب لك اسمه احمد حنفي فيعرضوا لك هنا وطبعا احنا عارفين العلامتين دول معناهم ايه؟ صح؟ قلنا دي معناها ان دول هيتشالوا وتحط مكانهم القيمه اللي موجوده جوه ده يعني كقيمه متغيره يعني بنسميها احنا ال data binding ماشي بنسميها data binding نفس الكلام ده هعمله لمين؟ لباقي الايه؟ الحاجات هنا هقول له هات الايميل صح؟ هنا هقول له هات الفون هنا هقول له هات الجندر هنا اقول له هات اليوزر نيم طبعا عمري ما هعرض الباسورد صح؟ اهو الحلوين دول طبعا في ايرور دي يا عم في ايرور هقول له كده ادور على يوزرز عشان اشتغل منها ما لقيتهاش قلت له ايوه احنا بقى محتاجين نجيب لك مين؟ اليوزرز دي طيب اليوزرز دي هتيجي من ايه؟ هتيجي من اي بي اي الاي بي اي دي انا ممكن برضو عشان برضو ممكن جوه الادمن اعمل ملف فولدر اسمه سيرفيسز زي ما كنا عملنا بره واكتب السيرفيسز جوه مين؟ بتاعت الادمن جوه الادمن ماشي؟ بس انا مش بحب قوي كده بصراحه انا بحب الايه؟ السيرفيسز احنا سميناها الاي بي اي الاي بي اي لا السيرفيسز فولدر الاي بي اي ده غلط انا برميه كنت بجرب حاجه السيرفيسز اهي صح؟ كان عندي سيرفيس دوت تي اس صح؟ بتاعت اليوزرز خلاص انا بحب الحاجات بتاعت اليوزرز اللي بتتحط مع فولدر اليوزرز عشان انا لو جيت في دماغي مثلا وانا وشغال مع تيم والتيم ده هم شايفين في ايرور هنا في الصفحه بتاعت العرض اليوزرز هيروح يدور فين؟ اسهل حاجه يدور على السيرفيسز اليوزرز هيلاقيها بقى
الجيت البوستل مش عارف البوتل بتاع كله في اليوزرز والبرميشنز بتشتغل. فهمتوني؟ بدل ما ايه اتوه وشويه هو اليوزر في شويه منه بره وفي شويه منه ايه جوه، واللي داخل على السيستم ممكن يكون مش عارف مين اللي ليه حق في ايه، فيدور هنا في الملف ده ما يلاقيش، فيدور في الملف التاني ما يلاقيش، فتبقى فيها لخبطه. لا انا بحب اعمل ايه؟ فايل اسمه يوزرز سيرفيس، يبقى ده بتاعت اليوزرز سيرفيس. في فايل في برودكت سيرفيس، يبقى ده في برودكت ايه؟ سيرفيس. طبعا رؤى سابت قال دي بتبقى اريح. خلاص انا عندي مثلا هنا الاد يوزر، كان بتاد يوزر، عندي اللوجن بتعمل لوجن، هو عامل ببساطه جدا ايه؟ عامل فانكشن ثانيه اسمها ليست او اول يوزرز مثلا، فانكشن مش محتاج ابعت لها حاجه اسمها اول يوزرز، بتجبت لي كل اليوزرز بس وخلاص.